شاء الله باذن الله الاهلي يكسب عشان نحقق 3 نقط ونرجع ننافس تاني في المجموعه باذن الله، وان شاء الله نلعب على الصعود باذن الله. هو فيتا كلوب نادي سرعاته بيلعبوا على ارضهم، وطبعا احنا عندنا يعني غيابات في الملعب كتيره، باك شمال ما عندناش، بس يعني كده كده واثقين في اللعيبه بتاعتنا كده كده، وعندنا مهاجمين كويسين. المباراه طبعا صعبه عشان الاهلي حط نفسه في تحت الضغط دوت، اللي هو اخر ماتش اتعادل وخسر ماتش سيمبا اللي فات، والماتش كمان بكره هيبقى في ارض نجيله صناعيه، بس لعيبه الاهلي ان شاء الله بخبرتها قادره لها تتجاوز المرحله دي وهنكسب بكره ان شاء الله. الاهلي بطل افريقيا، الاهلي العشرة باذن الله يعني هيكسب ان شاء الله، هتعدي على خير وباذن الله نكسب كالمعتاد ان شاء الله. 2-1 للاهلي، واعتقد قفش هيجيب الجونين. الماتش هيخلص في الدقيقه 90، هيبقى متعادلين، احنا هنكسب في الاخر، دي توقعاتي انا للماتش. يعني الاداء مستوى يكون كويس، يعني ثابت الاداء كويس، احنا مش شايفين اداء خالص الايام اللي فاتت، الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني فتره رينيه فيرا غير كابتن موسيماني خالص. ان شاء الله الاهلي يكسب بكره ان شاء الله، ونكسب ان شاء الله، والاهلي عودنا ان دايما في الماتشات الصعبه بنلاقيه، ان شاء الله ربنا يكرمه بكره. لا ان شاء الله هنكسب جامد جدا ان شاء الله، يعني احنا هدرنا كتير جدا واتظلمنا في التحكيم في الماتش اللي فات، فباذن الله احنا هنفوز باذن الله، وهنفوز بفرق كويس ان شاء الله ربنا. ان شاء الله هنكسب، الاهلي هيكسب ان شاء الله 2-1 او 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله وسولية هيجيب جون واليو ديانج 2-1 ان شاء الله، محمد شريف وعمرو السولية ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0.